السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي للجميع. اليوم يا أخوان دعرفكم على نوع من الكلاب هو معروف كلب بوليسي، بيستعملوه معظم العالم بالشرطة، بيستعملوه بالتفتيشات، بيستعملوه بالهجوم، بيستعملوه بالحماية، بيستعملوه لشغلات كثير. كلب ذكي جدا جدا من نوع بلجيكي مالينوا. مالينوا لكن يا اخوان اللون اسود، اللون اسود اسود اسود، يعني اللون جميل جدا. معظم المالينوا بيجي لونه بني، بتعرفوا كيف؟ بني وبكون عند صدره شوي ابيض وعند اجري بي. تعال تعال شاطر. هذا بلجيكي فل مرتب مالينوا صغير، عمره 8 شهور، لساته صغير. شوفوا محلاه. تعال وقف، تعال. طبعا الكلب خام لسه، ما مش مدرب اشي، احنا ما نشتغل على تدريبه لكن بده شوي. يا سلام شو هالحلاوة هاي. تعال اقعد. بلقي اسود، بدي اسميه اسود ولا اسميه شو اسميه؟ والله ما عارف اسميه. تعال اقعد، تعال تعال اقعد 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 اقعد. شايفين لسه مش متدرب. اقعد خذ، يلا لسه الكلب مش متدرب بتاتا، بده شغل وتدريب. تعال اول شغله ببلش ايش؟ اتصادق انا والكلب. اثنين راح اشوف شو نوع الاكل اللي بحبه اكثر شيء، بستعمله مكافاه. نستعمله مكافاه. تعال بلقي، بده شغل الكلب. بس شاطر، خليك اسود اسود مثل العربيد. اقعد. انا ما قلت لكش تقوم. الكلب ما بفهم اشي، بيلعب، بده شغل وتدريب، بده تعب. شاطر شاطر. تعال هات ايدك، سلم سلم سلم، هيك بدي اعلمك. سلم، امسك ايده كله، سلم. شاطر، سلم. تعال هات ايدك، سلم من مره، ولا بفهم ولا بسلم. يلا طبعا رح نبلش نعلمه طاعه خلال اسبوع ان شاء الله، اسبوعين. بعد الطاعه بنبلش معاه، بس بعد الطاعه بنبلش معاه شغلات ثانيه. بده شغل ولسه الكلب صغير، يعني على سنة ونص بيكتمل النمو تاع الكلب. ايه ده؟ اسود اسود. تعال شد اسميه، شوف شوف الحلاوة كيف، شوف جسمه كيف. طبعا هذا جسم رشيق جدا يا اخوان، بقفز بنط. الكلب البلقي المالينوا بكون ايش؟ بكون حامي، دم حامي،
تعال، بده طاقة، عنده طاقة قوية، بده يفرغ الطاقة. تعال تعال، إن شاء الله قريبا نشوف شو بصير معه، بس نعلمه طاعة من صور لكم إياه. السلام عليكم.